طبعا الاسبوع الفات اخذتوا بالباوربوينت شنو هي الواجهه الرئيسيه ومحتوى الواجهه الرئيسيه للباوربوينت، وايضا اخذتوا من الفايل هذني الاوبشنات اللي هي اصلا موجوده بالوورد وبالاكسل، هم تم اعادتها بالباوربوينت هم اخذناها من الهوم. اخذتوا النيو سلايد واللي اوت بالنسبة من الهوم، نيو سلايد اللي هي تسوي لنا سلايدات جديدة، شرائح جديدة بالنسبة للملف مالتي. مثل ما اتفقنا بالنسبة للوورد، الوورد عبارة مايكروسوفت اوفيس وورد، ذاك يستخدم اوراق دوكمنت، الملف يحتوي على مجموعة من الاوراق. الاكسل الورك بوك الخاص بالاكسل يحتوي على مجموعة من الشيتات شيت. بالنسبة للبرزنتيشن، الملف الخاص بالباوربوينت برزنتيشن يستخدم شرائح، شرائح تكون من هنا على هاي الجهة أو الجهة الثانية تكون من هالصفحة نفس الشيء، بس مهم تنعرض الشرائح. طبعا هذا نزلت السلايدات، هذا نزلت من الانترنت فور اكزامبل يعني على المود. فلو تشوفون مثلا كل شريحة ممكن اختارها راح تظهر لي، ممكن انه اغير بها مثل ما اريد. طبعا نيو سلايد تسوي لنا سلايد جديد، واذا اختار هذا السهم صفي نيو سلايد، طبعا اغير ب يعني اكون سلايد بالشكل اللي اريده، يعني اكو اكثر من لاي اوت لكل سلايد، اكثر من شكل السلايدات اللي ممكن اسويها، وايضا اقدر اتلاعب بالسلايدات اللي اصلا موجوده عندي، اغير باللي اوت مالته عن طريق اللي اوت، هم اختار اللي اوت اللي يناسبني مثلا، بس نصوص مثلا انزل نصوص وتيبل او نص وشارت او نص وصورة، يعني حسب اللي اريده، حسب البرزنتيشن، حسب الشغل اللي يناسبني. هاي اخذتوها بالاسبوع الفات. اليوم ان شاء الله لو نشوفون مثلا اللي اوت الخاص بالشريحة هاي شو شكلها، شلون بهالشكل هذا. اليوم ان شاء الله ناخذ الثيمز. ثيمز هي عبارة عن قوالب عن طريق الديزاين، عن طريق تبويب الديزاين، عن طريق تبويب الديزاين ناخذ الثيمز. هذا الثيمز ممكن انه اغير الثيمز، الثيم الخاص بالشرائح مالتي، البرزنتيشن كله مالتي، الملف مالتي. ممكن اختار اي برزنت، مثلا اختار هذا، نشوف انه تغيرت كل الشرائح حسب الثيم اللي انا اختارته. اختار غيره مثلا من هذا المكان عن طريق themes اللي هي بالديزاين، اصلا هو بالديزاين themes، واختار من هذا السهم اي themes يناسبني مثلا هذا، او مثلا نختار اي واحد يعني مثلا هذا. واضح. هسه لما نرجع للهوم نروح للاي اوت نشوف شكل اللاي اوت اختلف، اللاي اوت بالنسبه لي اختلف عندي. فاللاي اوت يعتمد على themes، شلون شكل themes مالتي. خل اختار مثلا هذا themes، مثل ما نرجع لهذا، خل اروح للهوم، نروح للاي اوت، نشوف انه اللاي اوت مالتي اختلف. فاذا اللاي اوت شكل السلايد مالتي، مظهر السلايد طبعا يعتمد على الثيمز اللي انا مختاره. واضح. الثيمز لما اغيره يتغير ثلاث اشياء، اللي هو الكلر والفونت والافكتس، ثلاث اشياء. هسه اذا اغير اللون مثلا، لو تشوفون انه دا يتغير شلون اللون اللي موجود ك لاي اوت للثيم مالتي، نشوف انه تغير اللون مثل ما اريد. والفونت ايضا يتغير حسب فونت كل شكل الخط وحجم الخط ولون الخط، يتغير حسب بالنسبه للسلايدز كلها طبعا هذا الكلام، يتغير حسب اللي انا اختاره.
والإفكتس هم أيضا بالنسبة لل في حالة وجود عناصر مثلا البيكتشرز الايمج مثلا تشارت الشيب، إذا أضيف فد أشكال معينة أيضا يصير تأثيرات عليها عن طريق الإفكتس هذا. فإذا لما نغير الثيمز، أي ثيمز غيره بالنسبة للسلايدات مالتي، غير ثيم أي ثيم غيره راح يتغير 3 أشياء، يعني الكلر والفونت والإفكتس. واضح؟ زين. طبعا ممكن انه مثلا اغير حتى الباك جراوند المن للثيمز مالتي، مثلا هاي هياتك، هذا كله من الديزاين بالمناسبه، من تبويب الديزاين، مو تنسون من تبويب الديزاين. ممكن اغير الباك جراوند ستايل، مثلا اغير بهالشكل بهالشكل حسب اللي اريده. تشوفون اقدر اغيره، طبعا هاي كل السلايدات. هاي الثاني غيرت بالنسبة لي الباك جراوند للثيم مالتي، غيرت اللي شكل الخلفية اللي تناسب العمل مالتي. واضح؟ بالمناسبة ممكن انه بس معلومة، ممكن انه اغير فقط ثيم للشكل او لاي اوت للسلايد مالتي، للسلايد فقط مو لكل السلايدات. مجرد اضغط رايت كليك على الثيم اللي يناسبني واقول له ابلاي to selected slides، بس هنا راح يطبق ليها بالسلايد هذا اللي واقف عليه يعني. شوفوا غير بس السلايد هذا، البقية بقاهم كما هن. واضح؟ طبعا ممكن انه اذا سويت ثيم معين وسويت له غيرت اللون وغيرت الباك جراوند، ممكن انه اسيفه باسمي او باسم اي يعني باي اسم عن طريق هذا المكان. اروح للسهم واختار سيف كارنت ثيمز، اعطي اي تسمية، حتى ممكن انه مثلا ملفات جاية، ملفات جاية اقدر استخدم نفس الثيم اللي يسوي التغييرات عليه. واضح؟ فاذا الثيم عبارة عن مجموعة من الالوان والاشكال واللون الخلفي الباك جراوند عندي والافكتس، ممكن انه اغيرها على جميع السلايدات مالتي او على سلايد واحد ممكن اطبقها. زين، هاي بالنسبة للثيمز، بالنسبة للثيمز. فسلو نشوف انه اذا نروح للهوم نشوف اللي اوت تغير، ما كان هيج، ما كان هيج، صار شكله على اللي اوت على اساس الثيم اللي انا اختاريته، على اساس الثيم اللي انا اختاريته. زين، ف مثل ما اتفقنا انه بالثيمز ممكن انه غير 3 اشياء، اذن اضافة الى الباك جراوند الكلر والفونتس والفيكس، اضافة الباك جراوند الخاص بالثيم نفسه. زين، موضوع اخر اللي هو مثلا خل اختار هاي، هذا هل اختاره، انا اختارت هسه التكست عبارة عن مجموعة من الفقرات، عبارة عن مجموعة من الفقرات، خل اكبرها على ما تكون اوضح. خل امسح هذا على ما تكون اوضح. هذا نشوف هسه عندنا عبارة عن مجموعة من الفقرات، خل اختار كلها. زين، اذا نروح للهوم، دلهم ممكن اختار عملية التنقيط او الترقيم بالنسبة لي، ممكن عن طريق البولز اختار التنقيط اللي يناسبني. شوفوا شلون نغير التنقيط هذا، هذا حسب التنقيط اللي يناسبني، هاي عن طريق الهوم. وايضا طبعا هاي انتم ماخذين بالوورد، ممكن ان نعطي ترقيم معين، ترقيم مو تنقيط، لا ترقيم. واضح؟ حسب الترقيم اللي يناسب، ممكن 1 2 3 بالانجليزي، ممكن اي بي سي، ممكن حتى باللاتيني انه استخدم. ف
الترقيم او التنقيط اللي ناقصين، وهذا ماخذين انتو بالوورد يعني نفسه، هو نفسه بالنسبه للتنقيط والترقيم نفسه. ممكن انه استخدم هذا الاوبشنات اكثر، الى مثلا اقول له الترقيم مالتي من يا نقطة يبدي، بدل ما من 1 2 3 ممكن اقول له مثلا من 3 4 5 وفما فوق، نشوف انه 3 4 5 3 4. طبعا نشوف انه مكررة لانه اكثر من فقرة عندي اني، اكثر من فقرة هاي. هسه شو 3 4 5 ثاني طيب ترقيم. ممكن تنقيط نطيها حسب ما نشوفه مناسب لنا. شنو الفرق بين الترقيم والترقيم والتنقيط؟ التنقيط ما يهمنا التسلسل، ما يهمنا التسلسل، مو مهم التسلسل بالنسبة لنا، بس بالنسبة للترقيم لازم يهمنا التسلسل. يعني مثلا إذا عندنا إجراء معين لازم تكون الإجراء الأول أول خطوة، لازم تكون أول خطوة، والثاني لازم تكون ثاني خطوة، وثالث خطوة لازم تكون ثانية، وهكذا. بس بالنسبة للتنقيط لا، مو مهم الأولى أو الأخيرة، نفس الشيء مو مهم. بس مثلا إذا عندنا إجراء معين لازم أو بروسس لازم أسويه، لازم أستخدم التنقيط، لازم أستخدم التنقيط. زين، عندنا الوورد آرت، الوورد آرت، الوورد آرت. مثلا خل أمسح هذا على مدى تكون عم تكون أوضح. خل أبقي هذا خل أبقي هذا الأكبر. هذا عندنا راح نختار الوورد ارت. شباب بنات، اي اضافة، اي اضافة او اي جزء او عنصر تم اضافته، او اي عنصر اريد اسوي له تغيير بمواصفاته وايضا بشكله، مباشرة راح يظهر لي تبويبات إضافية تخص هذا العنصر. بما أنه عندي هذا الـ place holder أو text box هذا، فهذا التبويب يخص هذا الجزء. لمن أضيف صور، صورة مثلا، راح يفتح لي أكثر من تبويب، أو تبويب واحد يخص الصورة. أقدر أغير محتوى يعني عناصر الصورة، تأثيرات الصورة، أتلاعب بأجزائها، كل عن طريق التبويبات اللي تنفتح لي لما أختار الصورة. لما أختار التكست بوكس أو بليس هولدر أقدر أسيطر عليه عن طريق التبويب اللي يظهر لي الإضافي الخاص بي. فإذا أنا مختار هذا البليس هولدر أو التكست بوكس، فإذا هذا الفورمات يخص هذا الجزء اللي أنا مختاره. فلو شو نشوف عندنا الورد ارت، هذا الجزء اللي هو الورد ارت، اذا اختاره ممكن انه اضيف فد لمسة فنية بالنسبة النص اللي اني اختاريته او اللي واقف عليه، فممكن انه اضيف اي لمسة فنية اليه، حتى انه يغير لي بشكل الفونت، لون الفونت، التأثيرات الموجودة على الفونت. واضح؟ خلنا ناخذ مثلا أي واحد، خلنا ناخذ هذا. هذا الجزء خاص النص اللي موجود بداخل التكست بوكس هذا، بداخل البليس هولدر. هذا الجزء اللي هو شيب ستايل، خاص بكل الشيب هذا، هذا المربع النص او هذا البليس هولدر. خلينا نجرب نشوف مثلا التكست بوكس، تكست فل بالنسبه لي غيره، مثلا اسوي احمر. هذا بالنسبه لي اللون هذا،
كلها عن طريق الوورد ارت ستايل. الاوتلاين ممكن اسوي اوتلاين للفونت مالتي، اعطي مثلا اي لون يعطي اوتلاين الى شو يبدا يتغير الى، مثلا غيرت الى ازرق، ممكن اعطي يعني اكبر الحجم الاوتلاين وممكن اسوي له افكت اللي هي الشادو، ممكن اضيف له ظل ريفلكشن مثلا، اريد اسوي له انعكاس، شوفون انعكاس ذا يصير، نضيف انه توهج له مثلا اذا اريد اسوي توهج، تشوفون التغييرات اللي تصير عليه النص، ممكن اسوي له نقشة معينة، تحدب تقعر، وايضا حتى 3D روتيشن ممكن انه اسوي له روتيشن 3D، ممكن اسوي له ترانسفورم تشوفون الاشكال اللي تظهر، ممكن كلها اتلعب بها وبكل النص عن طريق هذا الجزء اللي هو الوورد ارت ستايل. اقدر اغير لون الخط والاوتلاين مالته وحجم الاوتلاين، وايضا اغير بالافكس مالته حسب ما موجود عندي، طبعا بكل اختيار موجود مجموعة اختيارات اخرى. واضح؟ ممكن اعطي مثلا ترانسفورم مثلا هذا، طبعا ممكن اذا اظهره راح يصير اكثر دوران، كل ما ظهره وأضيق على النص راح يسوي لي دوران أكثر. هذا بالنسبة للتكست افكتس. لو نجي هنا مثلا خلينا نشوف هذا شنو الفرق، والله خلينا نشوفه. أول شيء خلينا نرجع مثل ما كان، هذا الشيب ستايل، خلينا نشوف شنو الفرق مالته. خلينا نسوي مثلا شيب فيل، فإذا الشيب هذا كله اللي بيه المربع النص غير اللون مالته، زين الأوتلاين مالته مثلا إذا غيرنا، خلينا أول شي نكبر حجم الأوتلاين حتى تكون عندكم أوضح، شوفوا شلون هذا الأوتلاين صار أوضح هسه إذا غير لونه، إذا سوينا له إفكتس مثلا نسوي له مثلا الشادو أو نسوي له 3D، شوف أنه كل المربع نص كل مو فقط التكست صارت عليه ذني التغييرات. فإذا هلا رجع دا رجع كنترول زد، فإذا هذا الجزء شيب ستايل بالنسبة يغير لي تأثير واللون والأوتلاين الخاص بكل الشيب اللي بدأ اللي يحتوي على النص. هذا المكان الوورد ارت ستايل يغير لي التأثير الافكتس والاوتلاين والفول بالنسبة للنص نفسه، للنص نفسه. واضح؟ زين هاي بالنسبة للوورد ارت. الوورد ارت شلون نوصل لها؟ نروح نضغط على التكست بوكس نفسه او البليس هولدر، واضح راح تطلع لي هذا التبويب اللي هو الفورمات. ممكن اغير تكست فول والتكست اوتلاين عفوا والتكست افكتس عن طريق هذا الجزء اللي هو وورد ارت ستايل الخاص بنفس التكست، واذا اريد نغير شكل او تصميم او لون نفس الشيب اللي هو يحتوي على النص ممكن اغيره عن طريق الشيب ستايل، كله عن طريق الفورمات. وهاي الفورمات شلون تظهر؟ تظهر لنا عندما اختار العنصر اللي اريد اغيره، اللي اريد اغيره. شباب بنات، لما عندي اريد اي اضافة اريد اسويها، اي اضافة اريد اضيفها
للسلايد مالتي، حالة حال الوورد، حالة حال الاكسل، نفس الشيء. اي اضافة اريد اضيفها او اي عنصر اريد اضيفه عن طريق الانسيرت، عن طريق الانسيرت، واضح؟ اريد اضيف تيبل، ممكن عن طريق الانسيرت، بيكتشر عن طريق الانسيرت، كليب ارت، سكرين شوت، فوتو البوم، شيبس، سمارت ارت، شارت. هذه من كل الاجزاء، التكست بوكس اخذته انت بالمحاضره الاولى، حتى بالباوربوينت. هذه من كل الاشياء اللي اريد اضيفها، كلها اضيفها عن طريق الانسيرت. ولا ننسى، اي اضافه نضيفها، اي اضافه نضيفها راح واختارها، راح تفتح لي تبويبات جديده مثل ما اتفقنا قبل شويه. زين، خليني اضيف لي مثلا صوره، راح يقول لي وين الصوره مالتك اللي مخزونه بالحاسبه، راح اقول له مثلا هاي الصوره، هذا المثال، شلون اتلعب بيها؟ اوقف بالطرف واغير بيها حجمها، ممكن اغير حسب الحجم اللي يناسبنا. هاي صورة، هسه صورة، ممكن انه اضيف كليب ارت، كليب ارت اللي هي عبارة عن صور مصغرة مخزنة اصلا موجودة بالاوفيس عندنا، اصلا موجودة بالاوفيس. مثلا خلينا نختارها، خلينا اشوف لكم اياها، كليب ارت، اقول له جو، نشوف ذني صور مصغرة جاهزة تكون بالبوربوينت وحتى بالوورد وبالاكسل، اي برنامج من برامج حزمة الاوفيس راح القاها، ممكن حتى اضيفها، واضح؟ هسه لما اني اختار، شوفوا هنا انا ماكو اي تبويب، لما اختار هذا هاي الصورة راح تظهر لي هذا التبويب، معناتها هذا التبويب يخص هاي الصورة. لما نختار هذا نفس الحالة، هذا التبويب يخص هاي الصورة اللي ضفناها. زين، خلينا نشوف شنو الأشياء اللي ممكن أنه أقدر أنه أغير بأي صورة. طبعا لو تشوفون هسه التبويب، هذا التبويب مال هاي الصورة، الفورمات اللي يخص هاي الصورة تقريبا مشابه لهذا نفسه، واضح؟ زين، خلينا نشوف شنو الشغلات اللي ممكن انه احتاجها بالنسبة للصور اقدر اغيرها. خلينا نضيف مثلا في الصورة اخرى، هاي الصورة أخرى، واضح؟ ممكن إنه مثلا، طبعا كل هذا يخص هاي الصورة، كل هاي الأوبشنات الموجودة هنا تخص هاي الصورة، الستايل مالتها أقدر أغيره، مثلا أغير اللون، الإضاءة مالتها، أغير البوردر، الإفكتس نفس الحالة هم أقدر أستخدم الإفكتس إلها. زين، الالاين ممكن اسوي لها الالاين يسار يمين مثلا، توب ميدل وبوتوم، الاينمنت يعني المحاذاة، الصورة وين راح تكون محاذاة، للأعلى، للأسفل، بالوسط. ممكن انه مثلا بوتوم، ممكن انه اسوي لها رايت. فنشوف انه ممكن اتلاعب بمحاذاة الصورة مثل ما يناسبني، يعني مثل ما يناسبني، ممكن اختار اكثر من صورة، مثلا هاي الصورة كنترول، اظل ضغط على الكنترول، اختار الصورة الاخرى، دا اشوف علامة زائد ظهرت لي، واختار الصورة الاخرى، ممكن كلها اسوي المحاذاة. نشوف انه سوينا محاذاة لليسار كلهن، ممكن اسوي محاذاة الى اليمين، ممكن اسويهن مثلا للاسفل او للاعلى، صارت كلهن بنفس المستوى بالاعلى، ها كلها عن طريق الالاين.
هسه هذني الصور اي تغيير يصير عليهم من هذا الجزء اللي هو فورمات راح يصير على الكل، لان انا مختارهم كلهم، مختارهم كلهم. زين، كيف اسويهن جروب كامل؟ يعني جروب انا بالنسبه لي هسه انا هي كل وحده هي قطعه مستقله بحد ذاتها، جزء بحد ذاته. شفت لما احركها جزء بحد ذاته. زين، انا اريدهم كلهم سويه، يعني بالنسبه لي اريدهم سويه، يعني صار جزء واحد حتى اقدر اغير بيه. ممكن اختارهن، اختاريتهم كلهن واقول له جروب، نشوف صار قطعه واحده، يعني صارت جزء واحد كل الصور اللي انا مختارها. لما احركهم اغير الحجم كلهم صار جزء واحد. شلون افك هذا الارتباط بيناتهم وافك الجروبينج؟ مجرد جروب، ارجع على الجروب اقول له انا جروب، فنفك نرجع كما هنا، كل واحدة مستقلة بحد ذاتها، كل واحدة مستقلة بحد ذاتها. زين، خلينا نكبر شوي الصور عن هسه عندي 3 صور مثل ما تشوفون. هاي الصورة الثانية، وهاي الصورة الأولى، وهاي الصورة الثالثة. نشوف أنه الصورة هاي هي أبعد وحدة عن الرؤية، يعني تصير أول طبقة للداخل. هاي الصورة بالمستوى الثاني، وهاي الصورة اللي هي تكون الأقرب إلى العين وتكون أول صورة للأعلى، أول صورة للأعلى. يعني هاي لما نخليها تصير على ذنيتشا، صح؟ شلون أغير هذا التسلسل أو أغير هذا الترتيب مال الصور؟ مجرد أروح لل هذا الجزء، مثلا رجع أخليها للأمام أو للأمام، أول وحدة تكون للأمام bring to front، أو أرجع للخلف. هنشوف هي هاي أول وحدة، خلي أرجعها خطوة للخلف، رجعتها خطوة للخلف سنت باكورد. شوف انه صارت هاي الثانية، هاي صارت هي الاولى، الصورة هاي الثانية صارت هي الاولى، والاولى اللي كانت اول وحدة صارت الثانية. واضح؟ خل اختار اخر وحدة، اختارت هاي، اريد اظهرها للامام، تكون اول وحدة للامام. ممكن انه مباشرة اقدمها برينك تو فرونت للامام كلش، او اقدمها خطوة خطوة. خل اقدمها خطوة خطوة، مثلا اقول له برينك تو فورورد، وصارت على هاي الصورة، صارت هي الثانية، كانت الثالثة مجال الرؤية، هسه صارت هي الثانية، والثانية صارت الثالثة. اذا اقدمها بعد صارت هي الاولى. فاذا ممكن انه اتلاعب ب تسلسل او مجال رؤية كل ليفل من الليفلات، او كل صورة من الصور، او كل عنصر اني اضيفه عن طريق الفورورد والباكورد. دكتور عيني، ممكن تشيل هاي الخطوة؟ هالسعيد هالسعيد شباب. فاذا كل اضافة اضيفه، كل عنصر اضيفه، يصير على شكل مستويات، يصير على شكل مستويات. كيف؟ هسه هاي عندي صور تفرقة، لما نحطها وحدة على الثانية بهالشكل هاي، بهالشكل هاي، راح تكون بتسلسل معين، الأقرب إلى العين اللي هي هاي هسه الأقرب إلى العين، والأبعد والأبعد كلش. كيف نغير التسلسل الخاص بعملية إظهار الصور أمامي أو أي عنصر، مو إلا صورة، قد يكون تكست بوكس أو قد يكون شارت. فكيف أغير؟ مجرد أختاره العنصر، اختارت أنا مثلا هالصورة، إذا أقدمها للأمام، فاختار إذا للأمام كلش
ممكن انه قدمها برينج تو فرونت، راح تقدم اول وحده اللي قدام. زين خلينا ادوس كنترول زد، رجعت. اذا اريد خطوه خطوه تقدم للامام، برينج فورورد، شوف انه صارت هي الثانيه، كانت الثالثه صارت الثانيه. اذا بعد اذا اقول له فورورد صارت هي الاولى امامي، اول صوره صارت امام العين، امام يعني تحت النظر مالتنا، راح تكون هاي مباشره، صارت اول لير، اول طبقه هاي، بعدها هاي، وبعدها هاي. واضح؟ فممكن انه اغير بتسلسل الصور و النظر الهن الصور، ممكن اغيرها عن طريق الفورمات واختار برينك فورورد او سيند باكورد. هاي النقطتين المحاذاة ممكن اسويها محاذاة لاي صور، اي صورة او اي عنصر اضيفه عن طريق الالاين. هذه الالاينمنت، الالاين ممكن اسوي جروبينج للصور عن طريق الجروب، هذا اللي موجود عندي، حتى اجمع الصور كلهن في كتلة واحدة، او تصير جزء واحد كله، ما تصير كل صورة مستقلة بحد ذاتها، لا تصير عندي، ممكن انه تصير كلهن جزء واحد، ممكن اغير بيهن، ممكن اسوي لهم ظل، ممكن اغير الاوتلاين مالتهن، ممكن اغير حجمهن، ادورهن، كلهن يصيرن بجزء قطعة واحدة. خلينا نرجع على الجروبينج شوية على مود تكون اوضح. مثلا انا اختاريتهن كلهن، اختار الجروب، شوف راح يصير كل وحده مستقله. اذا اقول له جروب راح يصير كلهن قطعه واحده. شوف لما ادور او اكبر كلهن سوي، بس هذا ادوس كنترول زد، دا ارجع، دا اسوي تراجع. بس اذا اقول له ان جروب واريد ادور مثلا اي وحده من عندهن، العفو انا مختار هاي، لما اختار هاي وادورها نشوف انه دورت هي بوحدها، ما صارت ويا البقيه. فالجروبين كلش مهم في حاله انه اريد اسوي تجميع لاكثر من عنصر موجود عندي اصلا في السلايدز مالتي. ممكن اضيف مثلا، شعدنا بعد بالانسيرت، ضفنا احنا البيكتشر، كليب ارت ضفنا، سكرين شوت، ممكن انه اسوي سكرين شوت للشاشه مالتي كلها، ممكن اضيف شيبس معين، اسوي كول اوت مثلا، اكو هذني اذا تشوفون اللي ممكن انه اضيف تعليق معين، خل اختار هذا الجزء، خل اختاره وخل ارسمه، هذا ممكن انه اضيف تعليق بي. شوف داخله دا اكتب هذا الكول اوت، هذا ممكن انه اجيبه عن طريق الشيبس من هنا، نلقاه موجود هنا هذا الكول اوت. شوف ممكن اختار اي شيبس اخرى، مو الا يعني كول اوت، بس هذا مرات اضيف مثلا، اريد اضيف تعليق معين على فد صوره مثلا هنا، نشوف ممكن انه اضيف تعليق معين لهاي الصوره. فاذا لما اني جبت الشيبس هذا، جبته وضغطت عليه، نشوف انه تفتح لي الفورمات الخاص بي، هم اقدر اتلعب بي مثل ما قبل شوي قدرت اغير بالصور، وايضا اغير بالتكست، تكست بالنسبه للوورد ارت قبل شويه. فاذا ممكن انه اضيف شيبس واضيف كول اوت، هذا العنصر اسمه كول اوت، هذا كول اوت، هو بالشيبس موجود، هو اصلا هو بالشيبس موجود كول اوت. ممكن اختار غيره، مثلا اختار اي شكل معين، مثلا هذا مثلث راح اختاره اضيفه، ممكن
ممكن انه الكول اوت اجيبه واخليه ايضا من الشيء هاي اعتبر الكول اوت، فاختار غيره. مثلا انا اختار هذا، شلون اذا انا اريد اعطي في التعليق معين لهاي الصوره، هاي الصوره، فممكن اختاره واكتب اي تعليق بداخله، اي تعليق ممكن اغيره، اغير طبعا بلونه وشكله مثل ما اتفقنا عن طريق الفورمات. خل اغير شكله مثلا، اسوي مثل الشكل هذا، شوف انه اقدر اضيف هنا تعليق لهذا لهاي الصوره، اقول مثلا هاي الصوره كذا 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 مثلا، او مثلا اريد اوصفها بوصف معين، او الشخص هذا ديت مثلا دي يتكلم واضيف هذا الكول اوت. فممكن انه استخدم هذا الشيب هذا بهذا الاستخدام. زين، فاذا اليوم يعني اخذنا الاشياء التاليه، اخذنا الاشياء التاليه عن طريق الديزاين، عن طريق الديزاين غيرنا الثيم، جبنا ثيم اخر مثلا، غيرنا ثيم، وممكن انه غير للثيم نفسه اللي اختارته الكالرز والفونت والافكت والباك جراوند الخاصه بيه. زين، سوينا بعد عن طريق الانسيرت، وضفنا بيكتشر، وضفنا كليب ارت، ممكن اضيف سكرين شوت، شيبس، ضفنا سمارت ارت تاخذوه ان شاء الله بالاسبوع الجاي، تكست بوكس اصلا انتو اخذتوه بالاسبوع الفات، واصلا بالوورد هو انتو اخذتوه بموضوع الوورد. وش اخذنا بعد؟ اي تفصيله، اي تفصيله، اي جزء انا ضفته راح يظهر لي الفورمات الخاص بي او التبويب الخاص بي، اقدر اتلاعب بي واغير بي الشيب ستايلز مالته او الوورد ارت ستايل، وغيرنا بالوورد ارت قبل شويه اذا تذكرون، هذا الوورد ارت لما غيرنا شكله بالنسبه للنص، طينا غير شكل وغير لون وغير اوتلاين له، وسوينا له افكتس، واضح. هاي بالنسبة للتكست، وبالنسبة للشيب كله اللي هو عبارة عندي عن مربع نص، ممكن انه استخدم شيب ستايلز اللي هو هم بي افكت اوت لاين وشيب فيل. سوينا بعد اخذنا سوينا الاينمنت المحاذاة للعنصر اذا كان يسار او يمين او على او اسفل. سوينا بعد اخذنا الفورورد والباكورد، انه نرجع الصورة هاي او هذا العنصر الى الخلف او نقدمه للامام، واخذنا الجروبينج. الجروبينج هسه ليش ما يعني برأيكم هسه اذا اختار هاي الصورة، هسه انا اختارت صورة الجروب هنا ليش ما مفعل؟ طلاب سؤال، الجروب ليش ما مفعل؟ من يعرف؟ قبل شوية إذا شفتوه. لا لازم صح صح لازم أختار أكثر من صورة حتى ممكن إنه أجمعهن وأسويهن جروبينج كلهن تجميعة واحدة حتى يصير لي كتلة واحدة. خل أختار هذا، أضغط كنترول، شوف شلون صار زائد الماوس، دي يقول لي اختار بأي مكان ثاني، أنا ضغط كنترول هسه ما عارفه، أختار هذا، أختار هذا، وأقول له أروح للفورمات وأقول له جروبينج، نشوف كلهم صارن جزء واحد، طبعا هذا المثلث وهاي الصورة أنا ما اختاريتها، بس إذا أكبر أصغر ذني شو ما راح يتغيرن، راح يتغيرن فقط اللي سويتهن الجروبينج فقط. شلون افك الارتباط هذا؟ نفس الحاله اروح على الجروب اقول له ان جروب، نشوف انه صارت كل عنصر هو بحد ذاته يعني مستقل، هذا مستقل بحد ذاته، ممكن اغيره او ادوره اغير حجمه كما اريد.